كيف تعبد الله وأنت لا تعرفه؟ أتعبد من لا تعرف؟ الله. وكيف تعبده؟ تعبده بما بين لك. يبقى عشان كده لازم إيه؟ لابد تعبد الله، إذن لابد من العلم بما شرع، أنه بين لك كيف الطريق، الشارع، الشريعة هي الطريق الذي يبين لك كيف تعرفه، يعني كيف تعبده. يبقى لابد من العلم أولا بما شرع، ثم العمل بهذا العلم، ثم الإخلاص فيه، ثم تمحيص الإخلاص، هو ده الطريق. زي ما ورد في بعض الروايات عن السلف الصالح أو مرفوعا كما ورد عن عبد الله بن مبارك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الناس هلك إلا العالمون. يبقى لازم العلم، والعالمون هلك إلا العاملون. يبقى لابد من العمل. والعاملون هلك إلا المخلصون. يبقى لازم الإخلاص، والمخلصون على خطر عظيم. يبقى الواحد يمحص الإخلاص عشان ما يبقاش فيه أي شائبة تشوب.